Okay, start recording. Okay. احنا وصلنا المرة الماضية عند البيتش افكت. اوكي، طيب اللي ما حضر فيكم محاضرة المراجعة ومحاضرة يوم الجمعة يحضرها، منيحة، فيها مجموعة من الفيديوهات بتنفع في فهم موضوع اللي هو الاوبتيكال انسترومنتس. طيب اليوم احنا راح نكمل ان شاء الله في موضوعنا. خليني بس اعمل سلايد شو. احنا وصلنا عن موضوع اللي هو الايفكت اوف بي اتش. حكينا المره الماضيه انه في مجموعه من الايفكت بتاثر على السبيكتروم. حكينا عن الايفكت اوف سولفنتس وشفنا كيف انه السولفنت بياثر على الجراوند ستيت والاكسايتد ستيت، فبناء عليه بصير في عندي شيفتنج في السبيكتروم. الافكت الثاني هو افكت كثير مهم اللي هو البي اتش. البي اتش البي اتش ممكن يعمل نفس الافكت اللي شفناه في السولفنس، ممكن انه يعمل شيفتنج باتجاه اليمين اللي هو ريد شيفت، او شيفتنج باتجاه الشمال، او هايبر كروميك او هايبوكروميك. يعني ممكن انه يزيد الابزوربتيفيتي، ممكن ينقص الابزوربتيفيتي. يعني علشان نفهم هذا الايفكت، طلع على الصوره الموجوده قدامكم. هاي الصوره الموجوده قدامكم لنفس المركب، هذولا سبيكتروم، نحكي واحد سبيكتروم، اثنين سبيكتروم، ثلاثة. هذولا مش ثلاث مركبات مختلفة، هذولا هم المركب اللي انتم شايفينه على ايدكم اليمين. لكن هذا المركب بسبب طبيعته اختلاف البي اتش بيؤدي الى اختلاف في السبيكتروم. فمثلا من لما من رحنا من 2 لعند 6، اذا بتطلعوا يعني من بي اتش 2 لبي اتش 6، كان في عندي شيفتنج للسبيكتروم باتجاه اليمين، وصار في عندي انخفاض في الابزوربتيفيتي، صار في عندي هايبوكروميك. اذا رحنا من عند الاثنين لعند العشرة، اذا ملاحظين اللي هو من هذا السبيكترم لهذا السبيكترم، في عندي شيفتنج باتجاه اليمين، في عندي ريد شيفت، وبرضه في عندي هايبر كروميك، زادت الابزوربتيفيتي للماده. فاذا ملاحظين هنا زاد الابزوربنس، فهنا كان لامدا ماكس عند حوالي نص، هنا لامدا ماكس اكثر من واحد. طبعا من عند 10 لعند 6 صار في عندي شيفتنج باتجاه او اسف اذا رحنا من 10 الى 6 بصير في عندي شيفتنج باتجاه الشمال اللي هو بلو شيفت، وعندي هايبوكروميك او هو انخفاض في السبيكترم. الفكره انه هذا تذكروا انه انا شيفتنج يمين او شمال، اعلى او اقل، طبعا اللي سميناهم وعرفناهم. السبب برضه هنا في البي اتش له علاقة طبعا بالترانزيشن، يعني الانتقال اللي هو الدلتا اي، انتقال عادة بين جراوند ستيت وبين اكزايتد ستيت. فالسولفنت والبي اتش بيأثروا على طاقة الاكزايتد ستيت بالعادة او على الجراوند ستيت. المهم انه البي اتش بيلعب دور في طاقة الالكترونيك ستيت، هذا بيؤدي الى اختلاف في السبيكترم. طلع هنا مثال ثاني، مثال عن واحد من انواع الانديكيتورز. طبعا الانديكيتورز هو دليل واضح على موضوع الشيفتنج في السبيكتروم. كيف؟ عاده الانديكيتور اذا تتذكروا بيكون في عندي لون بتغير للون ثاني. تغير اللون بيكون سببه تغير البي اتش. فاذا تتذكروا الفينوفتالين، الفينوفتالين بيكون في الاسيديك لونه كلرلس، وبالبيسك بيكون لونه بينك. هذا معناته انه تغير البي اتش بيؤدي الى اختلاف السبيكتروم، لانه الابزوربنس هو اللي بيؤدي الى
اللون. فلما كان ما في ابزوربنس على منطقه البينك مثلا في حاله الفينوفتالين، تغير البي اتش ادى الى امتصاص في منطقه البينك او منطقه الفيزبل. فزي ما انتم شايفين هون، هذا مثال ثاني عن انديكيتر ثاني، انه انا في عندي الانديكيتر اذا من تذكر بالتحليليه اللي هو اي ان اتش، اللي هو الانديكيتر مع اتش او الانديكيتر بدون اتش فاقد للاتش بلس. طبعا الشيفتنج بين تو فورم، بين البروتونيتد والدي بروتونيتد، بيعتمدوا على البي اتش. اذا بزيد كميه الاتش بلس هنا بعمل شيفتنج باتجاه هذا الفورم، واذا بنقص كميه الاتش بلس بزيد الاتجاه اليمين، اللي هو مبدا لتشتلي. المهم انه الفكره انه في عندي تو فورم، كل فورم فيهم له ابزوربنس مختلف. زي ما انتم شايفين في عندي الابزوربنس لما يكون البي اتش على 2 بيكون عندي هذا السبيكترم اللي باللون الاخضر، البي اتش 9 بيكون عندي السبيكترم اللي باللون الاسود. كمان مره هذول الاثنين هم نفس المركب، لكن اختلاف البي اتش ادى الى شيفتنج في السبيكترم. هذا بقودنا لنقطة مهمة جدا في التحليل، انه انا دائما لازم يكون عندي السامبل والسولفنت هم نفس البي اتش. كمان مرة زي ما حكينا احنا انه عادة السامبل والستاندر لازم يكونوا نفس السولفنت، يعني اذا انا اجيت افحص المادة النون فرضا كانت تستبعي وبدي اعمل سكان للمادة واعمل سكان للستاندر، حكينا اذا انطبقوا على بعض معناته هذول المادتين ممكن نعمل كونفيرم انهم ايدنتيفيكيشن انهم نفس الماده. لكن الشرط الرئيسي لما حكينا بالسولفنت يكونوا نفس السولفنت، يعني ممكن يكون غيرت انا السولفنت تغيرت السبيكترم، بروح بفكر انا انه الماده مختلفه، لكن الفكره بكون اختلاف السولفنت. نفس الكلام بينطبق على البي اتش. اذا انا بستخدم اسيدك ميديوم في الستاندرد بستخدم اسيدك ميديوم في السامبل، اذا بستخدم بيسك بستخدم بيسك، منعا لانه يكون في عندي شيفتنج في السبيكترم. عشان هيك كثير مستخدم في التحاليل اللي هم البفرز. اذا بتذكر البفر من الكيمياء التحليليه هو سوليوشن مهمته الحفاظ على البي اتش، الكنترول للبي اتش. طبعا هذا وين اهميته بتكمن، يعني تخيلوا احنا بالصناعه الدوائيه في عندي انا بدي احضر الستاندرد واحضر السامبل واقراهم على اليو في سبكتروفوتوميتر واطلع السكان للستاندر وسكان للسامبل. فانا بالعاده بحضر الستاندر، نفترض انه نحكي عن باراستامول، بجيب مثلا 50 ملغ على المثال، يعني 50 ملغ باراستامول بحطهم في الفوليومتريك فلاسك وبعمل له اب تو فوليوم ل 100 مل. بنفس الاسلوب بدي احضر السامبل، لكن تذكروا هنا ان السامبل في الصناعة الدوائية مثلا هي تابلت، ففي انا عندي اذا وزنت من التابلت 50 ملغ راح يكون معها مثلا يمكن 50 ملغ من البلاسيبو او من الاكسيبيانس. هذول الاكسيبيانس ممكن ياثروا على البي اتش، فممكن يكون مثلا عندي بلاسيبو او اكسيبيانس اسيدك، فيكون هذا اسيدك ويكون الستاندر مش اسيدك. ففي هاي الحالة بالعادة شو بنعمل؟ نستخدم بفر، نستخدم بدل ما اذوب العينه الستاندر والسامبل في مي مثلا بذوبهم في بفر بي اتش 2 او بي اتش 7 حسب ما انا بدي. موضوع هذا موضوع انه كيف اختار بي اتش هذا موضوع مختلف. فانه اذا كان في عندي تاثير من السامبل على البي اتش، البفر بيحافظ لي على بي اتش معينه فبوحد الستاندر والسامبل. كمان مره انا لما بدي اعمل حسابات qualitative أو quantitative باستخدام الـ UV spectrophotometer، أنا بالعادة بعمل sample و standard. الـ sample و standard لازم يكونوا نفس الـ pH، فممكن أستخدم مي للـ sample و standard، لكن تكون في عندي في الـ sample matrix زي الـ exhibience في الصناعة الدوائية يكون في عندي acidic أو basic. هذا بيؤدي إلى تغير pH الـ sample بصير مختلف عن الستاندر. هذا زي ما شفتوا بالسلايدات اللي قبل بيعمل شيفتنج في السبيكترم. فانا عشان امنع هذا بستخدم بفر، هذا البفر في طبعا في الستاندر في السامبل بستخدم نفس البفر، ممكن يكون فوسفيت بفر بي اتش 2. هذا بيحافظ لي على السامبل على 2 حتى لو كان فيها شويه اكسيبيانس بيسك، لكن البفر بيقاوم تغيرات البي اتش. طبعا بدنا ننتبه على نقطه انه البفر ممكن يمتصه
على اليو في سبكتروفوتوميتر. فهذا الافكت اللي بدنا ندرسه، وان شاء الله في السلايدات لاحقا راح نحكي شوي عن كيف احنا بنختار الطرق اللامدا ماكس، وكيف نختار السولفنت، كيف نختار البي اتش. لكن الفكره في الموضوع انه احنا بنستخدم البفر لنحافظ على البي اتش. ليش بنحافظ على البي اتش؟ لانه البي اتش تغيره بين السامبل والستاندر ممكن يؤدي الى سبيكتروم شيفت، اما ريد اما بلو اما هايبوكروميك او هايبر كروميك. هذا ملخص للشيفتنج اللي درسناه عن السبيكتروم، اما الى اليمين معناته ريد شيفت، الى الشمال معناته بلو شيفت، اعلى معناته هايبر كروميك، اقل معناته. ملخص للكواليتاتيف ابلكيشن قبل ما ندخل بالكوانتيتاتيف ابلكيشن في اليو في سبكتروسكوبي، حكينا انه اليو في سكان او اليو في فيزيبل سكان بالعاده بيقدر يعطيني معلومات عن الكروموفور الموجود، شو الفانكشنال جروبز الموجوده بالمركب. ناخذ معلومه شفتوا بالجداول زي تيبل 14.1 و14.2 اتوقع، انه موجود كل فانكشنال جروب شو اللامدا ماكس اللي بتظهر عليها. فمن اللامدا ماكس اللي بتظهر معي باليو في سكان ممكن اتوقع، فانا ممكن اعمل هذا السكان اشوف عندي في لامدا ماكس على مكان ولامدا ماكس على ثانيه، يمكن تكون هاي اللامدا ماكس على 220 وهاي اللامدا على 260. اتوقع انه يمكن يكون في عندي بنزين رينج كروموفور. بروح بطلع على الجداول، هاي نقطه مهمه انك تحفظ انه وين اللامدا ماكس للفانكشنال جروب. هذا ما ممكن. انت اذا انا بدي اسالك سؤال او انت بدك تعمل تحقيق وتعرف هاي الماده شو الفانكشنال جروب الموجوده فيه، لازم انك ترجع للجداول وتتاكد كم اللامدا ماكس الموجوده عندك. طبعا الانديكيشن الثاني اللي ممكن ناخذه من اليو في سبكتروفوتوميتر انه ما دام في عندي يو في بين ال 240 عندي ابزوربانس، معناته في عندي دبل بوند او انساتوريتد جروب، على الاقل دبل بوند وحده، او ممكن يكون في عندي سلفر او ايودين. هاي المعلومات بناخذها من اليو في سكان. وبالمقابل اذا كان في عندي، اذا بعمل سكان بين 200 وال 400 وما بطلع عندي اي بيك، ما بطلع عندي اي لامدا ماكس، ما بطلع عندي اي باند، هذا انديكيشن واضح انه هذا المركب اللي انا بفحصه ما فيه دبل بوند، واحتمال كبير ما فيه لا سلفر ولا ايودين. فتذكروا حكينا عن موضوع الاستراكشر اوكسيديشن انه هو اثبات الاستراكشر. فاليو في بيعطي جزء من المعلومات، طبعا راح نتعلم لاحقا اللي هو الاي ار، وراح نتعلم الام اس، وراح نتعلم الان ام ار، كلهم هذول بيعطوا معلومات عن الاستراكشر، عشان هيك اسمه ستراكشر اليسيديشن. فاليو في بيعطي معلومه معينه، الاي ار بيعطي معلومه، الام اس بيعطي معلومه، الان ام ار بيعطي معلومه، مجموع المعلومات اللي بتطلع عندي من هذول التكنيكس هم اللي بالمحصله بيثبتوا الاستراكشر. طبعا كمان مره اذكركم اضعفهم اليو في راح تشوفوا لاحقا، الاي ار اقوى منه في الاستراكشر اليسيديشن، الماس اقوى، والاخر شيء اللي هو الان ام ار من الكواليتيتيف analysis. لكنه مش معناته انه ما في معلومات كواليتاتيف، في معلومات كواليتاتيف، حكينا شو الكروموفور الموجود، هل في دبل بوند ولا ما في، وبالفارما تعلمنا الايدنتيفيكيشن تيست اللي انا امشي سامبل وامشي ستاندر واشوف اذا هم بيتطابقوا التو كيرف، معناته الماده شبه اكيد انه هي هاي الماده اللي احنا نتاكد منها. بدنا نبلش هسه نحكي عن الكوانتيتيف اناليسيس، لكن نبلش راجع بس مراجعه سريعه للي تعلمناه في الشابتر الماضي او القبل الماضي عن الابزوربشن والترانسميتنس. اذا بتتذكروا احنا حكينا انه الترانسميتنس تساوي البي اوفر بي نوت. طبعا بدكم تنتبهوا انه في كثير مراجع ثانيه بتستخدمش البي، بتستخدم اي. طبعا البي للباور والاي للانتنسيتي، لكن بدي اياكم تعرفوا اي او بي هم نفس المعنى، اما ترانسميتنس تساوي بي اوفر بي نوت، او ممكن نكتبها اي اوفر اي نوت. او انا اسف انا مزبوط هيك؟ اه مزبوط تمام. فالاي نوت هي الطاقه اللي جاي من المصدر، الاي هي الطاقه للضوء بعد ما دخل في العينه وصار له امتصاص،
فالترانسميتنس هو قسمه هاي الاي على الاي نوت او ذا بي على البي نوت حسب ما كنا نحكي في الشابتر الماضي، لكن انا حبيت احط لكم اي وبي عشان تعرفوا انه هذا مستخدم وهذا مستخدم، اي واحد فيهم بتشوفه انت هو نفس المعنى. طبعا راح نتعلم هسه في السلايدات القادمه كيف نستخدم هاي العلاقات وكيف نستخدم الابزوربنس علشان نحسب الكونسنتريشن باستخدام البيرز لو. طبعا عرفنا اذا تتذكروا انه الابزوربنس تساوي ماينس لوج للترانسميتنس. فانا اذا عندي ترانسميتنس بقدر احوله للابزوربنس، والعكس اذا كان عندي ابزوربنس ممكن احوله للترانسميتنس. طبعا البيرز لو او البير لامبرت لو دول اثنين نفس المعنى، هو لانه تاريخيا العلماء اللي شاركوا في هذا القانون الاشهرهم طبعا بير، لكن في عالم ثاني اسمه لامبرت، في عالم ثالث اسمه بوبر، لكن صار متعارف عليه كثير انه بيرز لو او بير لامبرت لو، بوبر مش كثير ببين اسمه في في هذا القانون، لكن بغض النظر انت قرأته بيرز لو او بير لو هو نفس القانون، راح نحكي عنه بالتفاصيل. البير لو اللي هو الابزوربنس يساوي اي بي سي او الابزوربنس يساوي ابسلون في بي في سي. انتم شايفين الشاشة؟ المفروض انا مشيرها. الجميع شايف الشاشة اه؟ بس اكدوا لي بالله بالمسجات. اه اوكي خلص. يعني اذا كان حدا عنده معلق يرجع. فكمان مرة. البيرز لو هو قانون انه الابزوربنس يساوي اي بي سي او ابسلون بي سي. هسه رح نحكي بالتفاصيل شو هم. طبعا في نقطه مهمه جدا بياكم تعرفوها، انه قانون بيرز لو ينطبق للمونوكروماتيك راديشن. طبعا في تفاصيل كثير ليش ينطبق على المونوكروماتيك راديشن ممكن نخوض فيها لاحقا، لكن بياكم تعرفوه انه علشان كل هاي القوانين اللي نحكي فيها اللي هي البيرز لو اللي هو قانون الكوانتيتيشن في اليو في سبكتروسكوبي لازم يكون اللايت مونوكروماتيك لايت. شو بيحكي القانون؟ القانون بيحكي انه الابزوربنس از دايركتلي بروبورشنال تو ذا باث لينث اند ذا كونسنتريشن. يعني الابزوربنس اللي هو ايه علاقته مع البي، البي ايش هو؟ الباث لينث. اذا بتذكروا السامبل سيل اللي كانت هيك، هذا اللي هو طول الباث، الباث اللي راح يمرق فيه اللايت داخل السامبل. فداخل السامبل راح يدخل عندي اللايت او الراديانت داخل السامبل سيل. الابزوربنس بيزيد بزياده الباث لينكث. يعني نفترض انه عندي انا هذا السوليوشن موجود في السامبل سيل هاي والسامبل سيل هاي، نفترض انه هاي 1 سنتي وهاي 2 سنتي. اثنين فيهم نفس التركيز، يعني اثنين فيهم واحد مولر من الانالايت واحد مولر من الانالايت بغض النظر شو هو الانالايت ايه. هسا هذا الانالايت او بلاش ايه، خلينا اكتبها اكس. هذا الانالايت اكس في جزيئاته موجودة موزعة بالسوليوشن بالتساوي، اوكي، وهنا برضو موزعة بالتساوي. طبعا حاطهم هون، ممكن تكون هون وهون 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 في اي مكان في السوليوشن، لكن انا بدي احطهم على طريق اللايت. هنا اللايت لما يدخل في هاي السامبل سيل نفس التركيز راح يواجه مثلا اربع جزيئات، الاربع جزيئات راح تمتص بمقدار مثلا اربع فوتونات نفترض. اذا بدخل اللايت على هذا السوليوشن الثاني الاربعه راح يصيروا ثمانيه، فهون اللايت بدل ما يمتص اربعه راح يمتص منه ثمانيه. شو السبب في زيادة الأبزوربانس؟ زيادة عدد الجزيئات اللي واجهها الضوء أثناء مروره في العينة. فعلشان هيك إذا ثبتنا التركيز كل ما زاد الأبزوربانس بيزيد، أو كل ما زاد الباث لينكث بيزيد الأبزوربانس. كمان مرة، كل ما زاد الباث لينكث كل ما زاد الأبزوربانس. ليش؟
كمان مرة تركيز ثابت في الحالتين، بدل 1 سم 2 سم، معناته الضوء راح يمتص منه كمية أكبر. طيب هسه خلينا نفكر بين الأبزوربانس والكونسنتريشن. إذا ثبتنا سامبل سيل مثلا 1 سم، هاي 1 سم وهاي 1 سم، هنا إذا هذا التركيز 1 مولر وهذا التركيز 2 مولر، فممكن يكون مثلا أفترض عندي 2x هنا في طريقه، إذا كان هنا بده يكون في عندي 4x. ليش؟ لأنه أنا زدت التركيز. السامبل سيل ثابت، يعني ممكن أرسمها بطريقة مش واضحة، أرسمها مرة كمان مرة، أرسمهم تحت، هاي وهاي، هذا التركيز 2 مولر وهذا التركيز 1 مولر، هاي السامبل سيل 1 سم وهاي السامبل سيل 1 سم. ثبتنا هسه البي وبنغير في الكونسنتريشن، فافترض انه اكس هنا خليهم 3 في طريق الضوء. في هاي الحاله لانه التركيز اعلى 2 مولر ما راح يكونوا 3، راح يكون اكثر تركيزا فراح يكونوا 6. فاللي راح يصير هنا السولفنت في حاله الواحد مولر راح يواجه 3 جزيئات، فراح يمتص 3 فوتونات. هنا نفس الضوء راح يواجه بنفس الباث لينكث 6 جزيئات، فراح يمتص 6. فهون لاحظنا انه كل ما زاد التركيز كل ما زاد الابزوربنس، كل ما زاد الباث لينكث كل ما زاد الابزوربنس. هذا هو بالضبط هو قانون البيرز لو. فقانون البيرز لو، الابزوربنس يتناسب تناسبا طرديا مع البي ويتناسب تناسبا طرديا مع السي. هسا دائما تذكروا اي علاقه حكينا يتناسب مع البي والسي، دائما لما اجي احول علاقه طرديه لا يساوي لازم احط ثابت اي بي سي. هنا في عندي ثابت اسمه ابزوربتيفيتي، لكن انتبهوا لي بالله على هاي النقطه ضروري جدا. اما بنستخدم الرمز اي سمول او بستخدم الرمز اللي هو الابزوربتيفيتي اللي هو الابسلون. هذا اسمه ابزوربتيفيتي وهذا اسمه مولر ابزوربتيفيتي. شو الفرق بينهم؟ اذا كنت انا مستخدم التركيز في القانون بي الجرام بير لتر بيكون عندي الثابت اللي هو الابزوربتيفيتي، اذا كان التركيز اللي انا مستخدمه بالمولر بيكون في عندي الابسلون اللي هو مولر ابزوربتيفيتي. كمان مره، اذا انا بستخدم بالقانون كونسنتريشن بالجرام بير لتر اللي هو هذا بالجرام بير لتر، معناته عندي الاي هاي بتصير اسمها ابزوربتيفيتي وبتكون وحدتها هذا اللي انتم شايفينها اللي هو لتر لكل جرام دوت سنتيمتر ماينس 1. كمان مرة، الابزوربتيفيتي اذا استخدمت التركيز بالجرام بير لتر بستخدم ابزوربتيفيتي، اذا استخدمت التركيز بالمولر بستخدم الابسلون اللي هي مولر ابزوربتيفيتي. هسا شو وحدة الاي؟ الاي السمول وحدتها لتر جرام ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1. الابسلون شو وحدة الابسلون؟ اللي هو لتر مول ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1. طبعا لازم يكون اختصار الوحدات على الجهة اليمين، ما بعطيش ولا وحدة لأنه وحدة الأبزوربنس يونتلس، يعني الأبزوربنس ما له وحدة، ما في الأبزوربنس، لما أكتب أنا الأبزوربنس 0.12 ما في وحدة جنبه، لا جرام ولا مول ولا لتر ولا أي شيء. فعلشان هيك لما هذا الإكويشن على اليمين لازم تكون تختصر الوحدات مع بعض. فعشان نتأكد من هذا تخيل حط كل الوحدات، الأبزوربنس يساوي الأي وحدتها في هاي الحالة لتر جرام ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1، طبعا ضرب البي، البي وحدته سنتيمتر، ضرب الكونسنتريشن، الكونسنتريشن في هاي الحالة وحدته جرام لكل لتر. هنا اللتر بيروح مع اللتر، الجرام ماينس بيروح مع الجرام، السنتيمتر ماينس 1 بيروح مع السنتيمتر، فبيطلع عندي الابزوربنس يونتلس.
كمان مرة للتأكيد، لأن هاي نقطة مهمة جدا بدي إياكم تنتبهوا عليها. خليني بس أعيد لا أقول ما في داعي. طيب كمان مرة، الأبزوربانس يساوي ثابت ضرب بي في سي. هذا الثابت هو إما أبزوربتيفيتي اللي هو الأي في هاي الحالة، أو مولر أبزوربتيفيتي اللي هو الإبسلون في هاي الحالة. متى بستخدم أبزوربتيفيتي؟ متى بستخدم مولر أبزوربتيفيتي؟ إذا أنا الكونسنتريشن اللي بستخدمه في المعادلة جرام لكل لتر، فمعناته بستخدم الأي سمول واللي هي أبزوربتيفيتي. إذا بستخدم الكونسنتريشن بالمولر مول لكل لتر، معناته بستخدم المولر أبزوربتيفيتي للقانون. طبعا إياكم تعرفوا إنه الأبزوربتيفيتي أو المولر أبزوربتيفيتي هي ثوابت للمادة، هسه رح نحكي عنها لاحقا، هي خاصية في المادة، فكل مادة لها أبزوربتيفيتي مختلفة عن الثانية. يعني خلينا نفكر في المولر أبزوربتيفيتي اللي هي الإبسلون. المولر أبزوربتيفيتي هي معناتها كم الأبزوربنس للمادة إذا كان تركيزها 1 مولر في سل 1 سنتي. هذا الرقم بتلاقوه في الجداول. يعني إذا فتحت على كتاب ودورت مثلا على مادة معينة أو على داتابيس معينة، بتدور مثلا أنا على باراستامول، باجي بتطلع بلاقي بالمرجع فيه مكتوب الإبسلون. الإبسلون مثلا الباراستامول ممكن يكون مكتوب رقم هيك لا على التعيين 0.821. شو معناته هذا الرقم اللي هو الإبسلون؟ هذا الإبسلون أنت راح تستخدمه هون في الحسابات اللي راح نتعلمها لاحقا. لكن معنى الإبسلون هو، ركزوا معي، كم الأبزوربانس للباراسيتامول إذا كنت بستخدم تركيز 1 مولر وسل 1 سنتي. هذا هو الأبزوربانس، هذا هو معنى المولر أبزوربتيفيتي. كم الأبزوربانس للمادة إذا كان تركيزها 1 مولر والسل 1 سنتي. فهنا بقدر أصير أقارن بين المواد. يعني ممكن يكون عندي هنا ديكلوفيناك مكتوب عليه 0.523، معناته بقدر بحكي انه الابزوربتيفيتي للباراسيتامول 0.82 والابزوربتيفيتي للديكلوفيناك 0.523. هذا معناته ابزوربتيفيتي للباراسيتامول اعلى من الديكلوفيناك. هذا معناته اذا بحضر نفس التركيز من الباراسيتامول من الديكلوفيناك وبحطهم على سامبل سيل وحده 1 سنتي، معناته راح يطلع عندي الابزوربنس تبع الباراسيتامول دائما اعلى من الديكلوفيناك. مش مفروض يطلع العكس. يعني إذا الأبزوربتيفيتي للمادة أعلى من مادة ثانية، دائما الأبزوربنس تبعها عند نفس التركيز وعند نفس السل يساوي أكبر من ثانية. طيب هذا تلخيص اللي حكيناه من ناحية إنه خليني أغير اللون عندي، إنه العلاقة بين طول الباث والكونسنتريشن علاقة طردية. طبعا علاقة طردية دائما بحولها لثابت في الحالة، هذا الإبسلون اللي هو المولر أبزوربتيفيتي. تذكروا ممكن A ممكن إبسلون. A بستخدمها في حالة الجرام بير لتر كونسنتريشن، والإبسلون بستخدمه في حالة المولر أبزوربتيفيتي. فهنا حكينا إنه الأبزوربتيفيتي كأبزوربتيفيتي كونستانت of the substance، يعني absorptivity الباراسيتامول ثابت، ممكن تلاقيه انت في الكتب وفي المراجع وفي الداتابيس. انت بتقدر تعرف الباراسيتامول كم الابزوربتيفيتي تبعته بالرجوع الى المصادر. طيب هنا المولر ابزوربتيفيتي زي ما حكينا constant of particular substance. هون نقطة مهمة إنه المولر أبزوربتيفيتي ويف لينث ديبندنت، يعني المولر أبزوربتيفيتي للباراسيتامول ثابتة على اللامدا. يعني ممكن أنا أجي أكتب أدور في المراجع ألاقي الباراسيتامول يكون مكتوب هيك أبزوربتيفيتي عند 250 نانومتر تساوي مثلاً 0.82، أبزوربتيفيتي عند 260 نانومتر مثلاً تساوي 0.52، absorptivity عند 280 وهيك. يعني الابزوربتيفيتي ثابته عند ثبات اللامدا، لكن بتغير اللامدا الابزوربتيفيتي تختلف. طبعا هذا لازم من هنا احنا بسهوله نعرفه. يعني
كل ما اختلفت اللامدا، طبعا افترض انه هاي باراستامول وهذا الابزوربانس، كل ما عم تختلف اللامدا عم تختلف الابزوربتيفيتي. يعني تذكروا هذا السكان بنكون حاطين سوليوشن واحد مولر في سل واحد سنتي، هذول ثوابت، وبعمل سكان. هنا اختلاف اللامدا بصير في اختلاف في الابزوربانس، معناته اختلاف اللامدا بيؤدي الى اختلاف الابزوربتيفيتي، فالابزوربتيفيتي ثابته عند اللامدا لكنها متغيره بتغير اللامدا. اعيد، الابزوربتيفيتي ثابت من ثوابت الماده. شو يعني ثابت من ثوابت الماده؟ زي ما الماده لها ثابت درجه الغليان، درجه الميلتينج بوينت لها ابزوربتيفيتي. شو هي الابزوربتيفيتي؟ قديش هاي الماده بتمتص عند تركيز مثلا واحد مولر عند سل واحد سنتي. فالباراستامول معروف كم الابزوربتيفيتي تبعته، بس حسب اللامدا. يعني الابزوربتيفيتي تبعته ثابته على 250 مثلا دائما 0.8، على 260 مش شرط تطلع 0.8، تطلع ابزوربتيفيتي ثانيه. فالابزوربتيفيتي متغيره بتغير الويف لينث. تمام. فعلشان هيك علشان انا اعمل حساباتي الكميه على البيرز لو، عاده لازم اثبت اللامدا، لانه اذا اختلفت اللامدا بين الستاندر وبين السامبل ما راح يكون في عندي ابلكيشن للبيرز لو، ما بكون في عندي الابسيلون ثابته. تمام. طبعا هذا ملخص انه انا عندي ترانسميتنس يساوي بي اوفر بي نود، تذكروا انه ممكن تكون اي اوفر اي نود، الابزوربنس يساوي ماينس لوج تي، هيك دائما تذكره ومنه تعرف كل الحسابات. فالتي بتعوضها هنا في المعادله بتقدر تحل المعادلات. اخذنا امثله في الشابتر لما اخذنا انتدكشن للسبكتروسكوبي، وهذا هو البيرز لو. طبعا بيرز لو اكثر استخدامه عادة بيكون في المولر ابزوربتيفيتي، عشان هيك تلاقوا عادة مش دائما بحطوا اللي هي الال سمول، بحطوا الابزوربتيفيتي بالابسلون اللي هي ابسلون، لكن بدي اياكم دائما تركزوا هاي النقطة في بالكم. ابسلون هاي اسمها مولر ابزوربتيفيتي، ايه بتلاقوها في مصادر هي ابزوربتيفيتي، ممكن نستخدم هاي ممكن نستخدم هاي. وهسه خلال الامثلة راح نتعلم كيف انه نستخدم ايه، كيف نستخدم الابسلون، وكيف نحول بيناتهم. طبعا عشان انا اطبق البيرز لو لازم احضر انا سوليوشن، وهذا السوليوشن احطه في جهاز اليو في سبكتروفوتوميتر واقيس له الابزوربنس. طبعا الاي والاي نود بقيسهم الجهاز، والجهاز مباشره بيعمل حساباته، بيعمل لي ترانسميتنس وبيحول لي اياه لابزوربنس. فبالعاده الاجهزه بتقدر تختار، بدك الترانسميتنس بيعطيك اياه بالترانسميتنس، بدك اياه بالابزوربنس بيعطيك القراءه بالابزوربنس. فهو احنا نتعلم في هذا الشابتر التحويلات بيناتهم، لكن بدي اياكم تعرفوا انه في معظم شغلكم على الاجهزه اذا انتم اشتغلتوا في مختبر تحليل راح يكون الجهاز هو اللي بيعمل لكم كل هاي الحسابات، هو اللي بيعمل لكم قسمه الاي على الاي نوت، هو اللي بيطلع لكم ترانسميتنس، هو اللي بيطلع لكم الابزوربنس، انتم مجرد تاخذوا الرقم تستخدموه في الحسابات. الترانسميتنس حكينا اللي هي البي نوت او على البي، بس هنا في نقطه بياكم تنتبهوا عليها. الجهاز كيف بيحسب البي نوت؟ طبعا هو الجهاز مش الفكره انه بيحسب البي نوت بعدين القبل وبعدين بحسب اللي بعد، مش هيك بيشتغل الجهاز. الجهاز اول شيء لازم يحسب البي نوت بعدين يحسب البي. فكيف هذا بنحققه؟ طبعا في اسلوبين، اما انه انا بحط مكان العينه فراغ، يعني هنا ما بحط العينه اصلا وبشوف الديتكتر، تذكروا الديتكتر هو اللي بقيس، هذا الديتكتر بقيس لي البي نوت، بعدين بحط انا العينه كمان مرة عندي الديتكتر وبشوف اللي طالع منه هاي اللي هي البي. طبعا هنا ما في عينة بتصل للديتكتر، بتصل للبي نود كمان مرة. أنا علشان أقيس البي نود لازم إما إني ما أحطش السامبل وأشوف الديتكتر كم بقيس الضوء، لأنه الضوء اتذكره أنا عندي هاي اللمبة
طلعت على المونوكروميتر، المونوكروميتر انا اخترت مثلا 250 نانوميتر، الديتكتور بقيس لكم الانتنسيتي اللي واصل للديتكتور من السورس اللي هو على 250 نانوميتر. بعدين باجي بحط العينة تبعتي وبقيس كم الانتنسيتي، فهاي بتصير بي وهاي بتصير بي نوت، يعني غير اللون. لكن البراكتيكال اللي بصير فعليا انه انا في الاول بحط هنا اللي هو البلانك، بس راح نشوف صورة كمان تعبيرية، هذا الديتكتر، وهنا بحط سامبل. الانتنسيتي اللي بتصل للديتكتر لما يكون البلانك هو الموجود، هاي بعتبرها بي نود، وهاي اللي بعتبرها بي. كمان مرة، احنا كانت الحالة الأولى كنا ما نحط أصلا سيل ونشوف قراءة الجهاز بدون وجود عينة تماما وبدون وجود سامبل سيل هولدر، ونشوف هاي البي نود. لكن هاي الطريقة مش هي المستخدمة، الطريقة الأصح والأدق إنه أنا أحط بلانك، يعني مثلا نفترض إنه أنا محضر 1 مولر من ديكلوفيناك، حاططهم أنا في ووتر. هذا علشان اقيس له البي في البدايه بحط بلانك، البلانك في هذا المثال هو ووتر. باجي بعبي السامبل سيل اللي شاف فيكم الفيديو اللي عرضناه يوم الجمعه في المحاضره، جينا حضرنا بلانك، هذا البلانك حطيناه في مسار الضوء، وهذا هو اللي بيحسب لي البي نود. بعد هيك بحط في العينه السامبل، والسامبل هي البي. القسم هنا هسه بين الانتنسيتي للسامبل على الانتنسيتي للبلانك اللي اعتبرناها البي نود، هي اللي بتعطيني بالاخر ترانسميتنس بي اوفر بي نود. طبعا في هذا المثال نفترض انه البي نود كانت 10000، بغض النظر شو هاي وحده ال 10000، والبي 5000، ففعليا الترانسميتنس يساوي 0.5. الترانسميتنس يساوي 0.5، ليش؟ لان انا راح اقسم ال 5000 على ال 10000. طيب طبعا تذكروا علشان احسب انا الابزوربنس هسه في علاقه لوغاريتميه اللي هي ماينس لوغاريتم الترانسميتنس، ترانسميتنس في حالتنا 0.5، وتذكروا من الشابتر الماضي انه الترانسميتنس اللي بستخدمه في هاي المعادلة لازم يكون بأقل من 1، ما بصير أنا أستخدم اللي هو البرسنتج ترانسميتنس. فكمان مرة، الترانسميتنس اللي بستخدمه هون هو اللي طالع معي من هذا القانون اللي هو P over P نود. طبعا ليش احنا استخدمنا اللي هو بس اغير اللون، ليش استخدمنا السولفنت بدل ما نستخدم بي نود مباشره بدون استخدام سولفنت؟ لان السولفنت قد يكون له امتصاص بسيط، قد يكون له انعكاس، نفس السامبل سيل هولدر اللي انتم شايفينها امامكم هاي ممكن تعكس جزء من الضوء، ممكن تحرف جزء من الضوء. فكل هاي الظواهر انا علشان اوحد انه الابزوربنس اللي بدي اقيسه جاي فقط من الانالايت، فانا بحط البلانك، نفترض انه هذا البلانك في مسار الضوء علشان احسب البي نوت. لما انا احضر السولفنت بحطها كمان مره فبطلع عندي البي، فبيكون الفرق بينهم حتى لو كان في ابزوربنس للسولفنت ما دام امتص هنا وامتص هنا فهم تقريبا عوضوا بعض. كما مرة هذا الصورة اللي أمامكم بتعبر إنه السولفنت أو السامبل سيل هولدر قد يكون لهم انعكاس ريفليكشن، قد يكون لهم تشتيت للضوء، قد يكون انعكاس عن السطح، هي مش كثيرة لكنها موجودة. علشان أنا ألغي هذا التأثير فأنا زي ما شفنا في المثال في السلايد الماضي بحط البلانك، باخذ منه البي نود، بحط السامبل، بصير فيه هو البي. علشان هيك لازم تتعودوا إنه البي نود نعتبرها هي الانتنسيتي أوف لايت في البلانك،
والبي هي intensity of light في السامبل. كمان مرة البي نوت هي intensity light لما يعبر في البلانك لوحده، الانتنسيتي للسامبل هي اللي اسمها البي. تمام. طبعا الجهاز راح نتعلم شغله لاحقا انه الاجهزه نوعين، اما جهاز بحط البلانك وبقيس البي نوت، بعدين بشيل البلانك بحط السامبل بقيس البي، هذا اسمه سنجل بيم راح نتعلمه لاحقا في هذا الشابتر، او بيكون في عندي جهاز فيه بنفس الوقت الضوء بنقسم لنصين، دائما بمرق مره بالبلانك ومره بمرق بالسامبل، بروح على ديتكتر وهذا بروح على ديتكتر، فدائما الجهاز بقيس البي نود ودائما بقيس هاي البي. كمان مرة هذا السنجل بيم ودبل بيم راح نتعلمه لاحقا، هذا له ادفانتج هذا له ديس ادفانتجز، لكن الفكرة انه البي نوت هي ريسبونس اوف ذا بلانك، هيك بدي اياكم تصيروا تعرفوها. البي هي ريسبونس اوف ذا سامبل، يعني لا احنا في البداية كنت دائما اشرح لكم انه هاي البي نوت وهاي البي، هذا صحيح، لكن انا اذا عندي هون السامبل كيف بده الجهاز يقيس؟ راح يقيس البي، طب كيف بده يقيس البي نوت؟ علشان هيك راح نتعلم سنجل بيم ودبل بيم، انه البي نوت هي ريسبونس اوف ذا بلانك، البي هي ريسبونس اوف ذا سامبل. هذا ملخص اللي كنت احكي لكم اياه هسه، انه التي هي البي اوفر بي نوت، فالبي هي ريسبونس اوف ذا سوليوشن او سامبل سوليوشن، خليني اصححها هيك، والبي هي السولفنت او البلانك. هنا راح يصير الابزوربنس هو ماينس لوغاريتم هذا الرقم اللي هو راح ينعكسه لوغاريتم البي نوت اوفر بي. فهنا كمان مره انا عشان الغي الايفكت اللي جاي من ريفليكشن اوف ذا لايت، ابزوربشن اوف ذا لايت اللي بيجي من السولفنت، اللي بيجي من البلانك، اللي بيجي من السامبل سيل هولدر الزجاج او الكوارت، عشان هيك لازم نتعود انه البي هي الانتنسيتي اوف ذا سامبل، البي نوت هي الانتنسيتي اوف ذا بلانك. تمام. هسا نرجع نحكي عن البيرز لو ونحكي عن الكوانتيتيشن في البيرز لو، وكمان راح نحكي المحاضره الجاي عن السنجل بيم ودبل بيم انسترومنت. البيرز لو كمان مره absorbance is directly proportional to the concentration C of the solution in the experiment. كمان مره absorbance directly proportional to the P اللي هو طول ال path length. وهي نقطه مهمه، absorbance is unitless، يعني لما تحط انت القوانين والثوابت لازم لما تختصرها ما يطلع عندك يونت، الابزوربنس ما له يونت، هاي النقطة انتبهوا لي عليها كثير. حكينا موضوع اللي هو الابزوربتيفيتي، انه الابزوربتيفيتي او الابزوربتيفيتي كمان مرة ايبسلون او اي مولر ابزوربتيفيتي او ابزوربتيفيتي هي خاصية في المادة انتنسيف بروبرتي، يعني هاي الابزوربتيفيتي او المولر ابزوربتيفيتي ثابته للماده، الماده لها ابزوربتيفيتي معروفه موجوده بالجدول، وراح نتعلم في السلايدات اللاحقه انه كيف احنا بنحسب اصلا الابزوربتيفيتي للمواد. فهي خاصيه للماده انتنسيف بروبرتي، يعني زيها زي البويلينج بوينت، لكن بالمقابل الابزوربنس مش خاصيه للماده، ركزوا معي، اكستنسيف بروبرتي، يعني ابزوربنس حسب كم التركيز حسب كم الباث لينك تعطيني الابزوربنس، لكن الابزوربتيفيتي والمولر ابزوربتيفيتي ثوابت، ارقام ثابته ما بتتغير، لكن الابزوربنس للماده بتغير بتغير الكونسنتريشن، بتغير بتغير الباث لينك، لكن الابزوربتيفيتي والمولر ابزوربتيفيتي من ثوابت الماده. وتذكروا لي نقطه انه عند ويف لينكث معين، يعني الابزوربتيفيتي ثابت عند ويف لينكث معين، لما احكي انه الابزوربتيفيتي ثابت لهي الماده 0.8 لازم تسالني على انه ويف لينث، لانه اذا تغير الويف لينث تتغير الابزوربتيفيتي للماده. راح نبلش نتعلم الكوانتيتيشن، راح نحكي عن هذا السلايد في محاضره اليوم، والمحاضره القادمه راح نبلش نكمل كمان بالكوانتيتيشن، لكن الاول استخدام من استخدامات البيرز لو اني احدد الابزوربتيفيتي ل
المادة. كيف؟ احنا شفنا انه البيرز لو هو انه الابزوربانس يساوي ابسلون في A في B في C. هسا انا عشان اطلع الابسلون لازم اطلع ميل الخط المستقيم، يعني لازم احضر مجموعة من التراكيز، مثلا اذا حضرتها في المولر بكون بطلع المولر ابزوربتيفيتي، باجي بحضر مثلا بوينت 1 بعدين بحضر بوينت 2 بعدين بحضر بوينت 3 بعدين بحضر بوينت 4 وهيك، وباجي على الجهاز وبقيس الابزوربنس، يعني بجيب السوليوشن البوينت 1 بحطه في الجهاز وبقيس الابزوربنس، مثلا اعطاني بوينت 1.5، باجي على البوينت 2 بقيسه بيعطيني بوينت 3 ابزوربنس، باجي على البوينت 3 مثلا بيعطيني بوينت 4.5، باجي على البوينت 4 بعطيني بوينت 60 ابزوربنس. هذول الارقام اكسبيرمنتال وهذول الكونسنتريشن اكسبيرمنتال. انا بوزن مثلا اذا كانت تجربه هاي للديكلوفيناك، انا بوزن بطلع تركيز بوينت 1 مولر وبوينت 2 مولر وبوينت 3 مولر وبوينت 4 مولر، انا بحضرهم في اللاب، بروح بوزن ديكلوفيناك بحطه فوليومتريك فلاسك بحيث انه يطلع تركيزه اللي انا بدي اياه، بعدين كل سوليوشن منهم بروح بقيس له الابزوربنس. هنا بصير في عندي هاي الداتا، هاي الداتا زي ما تعلمتوا في الاكسرسايز على الاكسل شيت، بتروح بتحطه على الاكسل شيت، هذول الستاندرد سوليوشنز اللي انت حضرتهم بيعطوني اللي هو هذا الرسمه وبيعطيني معادله الخط المستقيم. فنفترض انه انا حطيت هاي الارقام طلع عندي معادله الخط المستقيم y تساوي 0.32 x زائد 0.01. طبعا نذكر دائما اي معادله خط مستقيم لازم يطلع فيها الواي انترسبت، لانه ممكن يكون الواي انترسبت 0 لما تكون بيرفكت، لكن بالعاده الواي انترسبت بيكون موجود بسبب الايرور اللي في الميجرمنت. فهنا هذا معادله الخط المستقيم لما تطبقها على البيرز لو، هذا نفسه انه الابزوربنس يساوي ابسلون في بي في كونسنتريشن، فالاكس هي السي والواي هي الاي. فهون صفى عندي هذا التيرم هو السلوب، فسلوب الخط المستقيم الام يساوي ابسلون في بي اذا استخدمت انا الكونسنتريشن بالمولر. فاذا كنت استخدمت الكونسنتريشن في المولر فبيطلع عندي ميل الخط المستقيم يساوي ابسلون في بي. فانا فرضا نفترض ان هذا المثال عندي البوينت 32 يساوي ابسلون في بي، طبعا البي اللي هي سامبل سيل باث لينث، انا بكون عارفه في الاكسبيرمنتال، انا في ايدي جايب سامبل سيل 1 سنتي او 2 سنتي، فباجي بعوض هنا. فاذا كنت مستخدم 1 سنتي فمعناته بوينت 32 تساوي ابسلون ضرب 1 فابسلون تساوي 0.32. اذا كنا مستخدمين الباث لينث مثلا 2 فبقول انه 0.32 تساوي ابسلون في بي طبعا وتساوي ابسلون ضرب 2، فبقسم هذا على 2 وبقسم هذا على 2 فبصير ابسلون تساوي 0.32 على 2. كمان مره علشان انا احسب الابسلون لازم انا ارسم علاقه بين تركيز وبين ابزوربنس. كيف بدي ارسمهم؟ انا في اللاب بروح بحضر مجموعه من التركيز وبطلع لهم الابزوربنس وبقيس لهم على الاكسل شيت، بدخل هاي الارقام بيعطيني ميل الخط المستقيم. ميل الخط المستقيم يساوي ابسلون في بي اذا كنت انا مستخدم الكونسنتريشن في المولر، منه بكون انا عارف البي بطلع الابسلون. هسه اذا كنت انا عامل تجربه ثانيه وعامل الكونسنتريشن بالجرام بير لتر وهنا الابزوربنس، فهنا باجي بعبي مثلا حاطط انا 0.32 جرام بير لتر 0.52 جرام بير لتر 0.62 جرام بير لتر وهيك، وبيطلع معي ابزوربنس مثلا 0.12 0.22 0.34 0.4، هاي ارقام اكسبيرمنت تطلع معي من الجهاز، باجي برسم العلاقه بيناتهم بطلع معادله الخط المستقيم. في هاي الحاله اذا انا مستخدم جرام بير لتر المول راح يساوي A في B اللي هي الابزوربتيفيتي في B. راح اوقف عند هاي النقطة، راح ارجع اشرح لكم اياها شوي المحاضرة القادمة لانه بديش اياكم تلخبطوا فيها، لكن الفكرة انه انا عشان احسب المولر ابزوربتيفيتي برسم علاقة بين تركيز بالمولر وبين الابزوربنس، اذا بدي احسب الابزوربتيفيتي برسم علاقة بين الكونسنتريشن بالجرام بير لتر مع الابزوربنس، وهاي كمان مرة كلها بنطلعها اكسبيرمنتال بنطلعها
بإني أحضر تركيز وأقيسها في المختبر. طيب أحضر لكم أنا جدول الحضور والغياب، نشوف إذا حدا عنده سؤال. أوكي. بس خبروني بالله، كان الصوت تمام؟ كان في تقطيع ولا لا لو سمحتوا؟ أي حدا لو سمحتوا بس يفتح المايك ويحكي لي. دكتور كان تمام، ما كان في تقطيع. تمام، لأنه إحنا صراحة هسه في الجامعة، إحنا صار في عنا في أيام من داوم الجامعة، أيام من برا الجامعة، فأنا مجرب اللي هو خط النت هون سريع، فيبدو انه المشكلة كانت بس من النت، وعمدا تركت الكاميرا شغالة علشان اشوف السرعة كيف في اختلاف النت. هيك اطمنت انه مش المشكلة بالتيمز. احضركم الحضور وغياب ثواني. نعم دكتور، لا كان كويس. ممتاز الحمد لله. طيب اللي عنده سؤال ممكن يسأل، انا لاني عم بحضركم الحضور وغياب مش شايفكم. اوكي، هذا انتم شعبة رقم 2. يوم هو 28. نفتح الريسبونس. كوبي. طيب اوكي ممتاز، بلشوا عبدو لو سمحتوا اللي هو الحضور والغياب. اللي عنده مشكلة لو سمحت يكتب لي اياها هسه، ما يكتب لي اياها على المسجات لاحقا. رانيا مش ضابط معك يا رانيا؟ جربي كمان مرة مرتين يا رانيا قبل ما أسكر ال. طيب اللي عندي سؤال معانا لسه وقت، لحدا حاب يستفسر. طبعا هاي المواضيع انا عارف ما ببين لكم الاسئله الا لما تبلشوا تحلوا الامثله، فاحنا من المحاضره الجايه ان شاء الله راح نحل مجموعه من الامثله مع بعض، والجمعه الجايه ان شاء الله راح اعمل محاضره مراجعه. اللي ما فهم، اللي عنده استفسار، اللي جرب يحل في البيت، بلشوا ادرسوا من هسه. امتحانكم ضايل له حوالي اسبوعين، ادرسوا منيح، حلوا أمثلة في موضوع البيرز لو. كثير بيجي أمثلة رقمية في البيرز لو. طيب يبدو ما عندكم أسئلة، اللي عنده اللي بده يغادر المحاضرة ممكن يغادر، اللي لسه عنده سؤال يضل موجود ويسأل. الكل سجل على حضور الغياب. رانيا مش ضابط معك لسه يا رانيا؟ طيب هسه أنا بسجلك يا رانيا. وقف. خلاص ما دام ما فيش غير رانيا. شعب 2 الحضور. اليوم اللي هو وقف التسجيل، ما في داعي للتسجيل هسه، خلاص ستوب ريكوردينج.